مرحبا بكم في القناة ديالي المشتريات ديال الجوطية. اليوم الجزء الرابع من المشتريات ديال الجوطية. كنتمنى تشوفوا الفيديو هذا وتشوفوا المشتريات ديال طناجر او طنجرات او غوامل. احنا عندنا في المغرب كنسميهم غاميلات. والطنجرة هذه الكبيرة هذه، وكنتمنى تشوفوا هاد المشتريات هادو. هادو تاني متهم تاني شاريهم من جوطية. شحال كيبري. ودابا انا غنوريكم حاجة بحاجة، وهادي تاهي تاني شريتها من جوطية. كنتمنى تعجبكم. تاني عشتها عجبتني ولصقت عليها باش ندير فيها المباد، وتعجبني الريحة ديال القطران ولا توخو، معرفتش اش تيقولو لي. ودابا انا غنوريكم عن قرب خدي بالطول. دابا انا غنوريكم هادو، نوريهم عن قرب ونوريكم حتى من الداخل ديالو. هذه الطنجره الكبيره باقا جديده، خديتها باقا جديده، راه كنطيب فيها تقريبا، راه عندي شي عامين وانا كنطيب فيها. ملي شريتها كندير فيها الحريره، كندير فيها بحكم مثلا كنطيب شي حاجه غنديرها في الفريغو وكنطيب فيها. كبيره، ما عرفتش شحال فيها من لتر، لا ما عرفتوش واش 20 لتر. و هادو ثاني الكاسرولات، هادو انا هذه كاسرونه انا كنستعملهم دابا، باقا جدادين من الداخل، من كل شيء باقا جدادين. شوف كيفاش دايرين من الداخل، الغلايق ديالهم كلهم بالغلايق ديالهم. باقا جداد، خديتهم هادو تقريبا ب 10 الاورو، بحال لي 100 درهم. خديتهم باقا بالكرطونه ديالتهم. باش نوريكم كاملين، قد تقولوا مديرين ولا مسديين ولا باقي جدادين. باقي جدادين، نرجعهم كيف كانوا. كندير وحده فوق وحده باش ما يشدوش ليا التيسير. انا مديرهم هكا في البلاكه، مديره لهم بحال هكا. ودابا غنوريكم هاد الكاسروله. هادي شوف، هاد الكاسروله طويله، هادي كنستعملها ملي شريتها وهي كتبري بحال هكا. ما عرفتش يقولوا له اينوكس ولا انوكس ولا اينوكس. هادي ثاني شوف، ماركات، هادو ماركات. خديتهم تقريبا بشي 3 الاورو بجوجهم، بحال لي 600. وهادي طاحونه، كتقطعي بها الا بغيتي تشلضي البصله ولا شي حاجه. هادي خديتها حتى هي بالكرطونه ديالتها، بقاش قاعد الموسم ماشي تحيد ليا. كديري هذه هي الاولى في الارض باش ما تبقاش تحرك، هذه هي اللي كديريها. عاد كديري فوقها هذه، كديري الموس وكديري هذه، كتسديها وكديري هذه هنايا وكتبقاي تدوري تشلضي بها البصله ولا كنتي باغا تهرمشي القرقاع ولا شي حاجه، حتى هو كديريه فيها. ولا الربيع ثاني لك تقطعي القزور والمعدنوس وداك الشيء، حتى هو كديريه فيها، كتقطعيه شي شويه بالحق وكديريه فيها. دغيا كيتقطع تيجي زوين، حسن من هذاك اللي كيطحنوا. ما كيعجبنيش داك المطحون اللي كيطحنوا في المورينكس، ما تيعجبنيش، ما تنديروش. ودابا هذا هو الطاحونه. هذه الصينيه تاهي خديت جوج، وحده ما عرفتش فين هي، صينية صغيرة ديال البراد صغير. وهذه هاد القالب ديال كيكة، تا هو تاني خديتو من الجوطية. وهادو طباصل، هادو تقريبا 10 الطباصل، 10 الطباصل اللي كاينين، تا هما عجبوني فيهم هاد الوريضة هادي، وانا ناخذهم. خديت 10، تمن ما عقلتش بشحال خديتو، والله ما عقلت بشحال خديتو.
وهاد السوبيرات هاد الزلايف كبار هادو اللي كيديروا فيهم شلاي وديري فيهم اللي بغيتي تقريبا هادو ثلاثة بحال فحال هادو خديتهم بخمسة اورو تقريبا بحال 1000 ريال مغربية وهادي تا هي وحدة ابارتي تا هي وحدة ديال الزاج تا هي زوينة تا هي كبيرة كان مثلا دابا بحال كتبغي تخلطي فيهم الحلوى ولا بغيتي تخلطي فيهم الحلوى ولا بغيتي ديري شي حاجه حتى هما كيجيو احسن من الميكا وهاد البريريده هي اللي كنحماق عليها كنحماق على شي حاجه فيها القطران وما عرفتش واش تيقولوا لي القطران ولا اللاتو ولا ما عرفتش تجي تيعجبني بزاف الريحه ديال القطران هادي ثاني شريتها حتى هي من جوطيه لقيتها كتباع حتى هي خديتها تقريبا ب 3 اورو بحال لي 600 3 اورو وهذه ديال الحلوه هذه هي هي حتى هي خديتها حتى هي من جوطيه غادي ديري فيها سميتو ديري فيها طارطار تاع تزوقيها ولا شي حاجه ولا بغيتي بحال مثلا تصاوبي شي حاجه كاين تركيا كيبقاي يديروا فيها بحال مثلا الكاشير يقطعوا فيها كلشي والزيتون اللي بغى شي حاجه كيدور من حداه عجبتني انا بزاف هذه كنت لقيت ثلاثه كيتباعوا وخديت عا وحده وندمت علاش ما خديتهمش كاملين حتى هي زوينه ودابا هادو هما المشتريات ديال الجزء الرابع من المشتريات وكنتمنى تدخلوا ويعجبكم هادشي وتاخذوا فكره زوينه على الجوطيه وكنتمنى تدخلوا تشوفوا الفيديو وتكتبوا لي الراي ديالكم واش عندي ذوق زوين ولا ما زوينش ولا المهم نتوما تعطوني الراي ديالكم والى اللقاء الى فرصه قادمه ان شاء الله.